et financière dédiée à la communication publique, exigence d'ouverture et d'implication. Cette étude a été sanctionnée par la دورة الثالثة للملتقى الدولي للاتصال العمومي كانت مخصصة للتواصل العمومي في خدمة تتميل المجال الترابي وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي. هذا المنطقة الدولي تنظم شعبة علوم الاتصال جامعة محمد الخامس بالتعاون مع كرسي اليونسكو للاتصال والصحافة، وهذه الدورة اللي كتنعقد اليوم في مدينة ورزازات بحضور العديد من الطلبة والباحثين والأساتذة والممارسين ديال الاتصال العمومي تسعى إلى إبراز الأهمية ديال التواصل العمومي، أولا في تجويد الحكمة العمومية وفي إرساء ثقة المواطن المرتفق في الإدارة وفي الجماعات المحلية والجماعات الترابية، على اعتبار أن التواصل العمومي ليس مجرد عملية تسويقية أو عملية تجارية أو سياسية، هي دعامة أساسية لحسن التدبير وللانفتاح للمواطن ولإشراكه في التعبير عن احتياجاته وعن انتظاراته من المرفق العام وكذلك الإدارة في مختلف تجلياتها. عليها أن تمكن المواطن من الولوج إلى المعلومة التي في حوزتها وأن توفر له كل ما يتعلق بالولوج إلى المرفق العام بتشعباته ومصادره المعقدة، حتى يكون هناك نوع من الثقة ونوع من انخراط المواطن أيضا في صناعة السياسة العمومية.